The attack was carried out by Hezbollah, which Iran was instrumental in founding a year earlier. أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر تويتر عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد جعفر غندور، أحد أبرز الداعمين لتنظيم حزب الله وأكبر مموليه وفق زعمه. ولفت البرنامج إلى أن قصير، وهو لبناني من مواليد 1967، معروف باسم الشيخ صلاح وحسين غولي، ويوفر التمويل لعمليات الحزب من خلال عدد من أنشطة التهريب والمشتريات غير المشروعة وغيرها من المشاريع الإجرامية حسب ما نشره. وزعم البرنامج التابع للخارجية الأمريكية أن قصير يعتبر مصدر هام للإنفاق المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي تم استخدامه لتمويل أنشطة للحزب، وهو يقود الوحدة 108 للحزب، والتي تقوم بتسهيل نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان بالتنسيق الوثيق مع فيلق القدس وفق المعلومات التي نشرها البرنامج. إلى ذلك، ذكر البرنامج أن قصير يساعد بالإشراف على العديد من الشركات الوهمية المستخدمة لإخفاء دور فيلق القدس في بيع النفط والمستخلصات الأخرى، وهذا يعتبر بحسب البرنامج مصدراً هاماً للدخل لدى الحزب والنظام السوري والجهات الفاعلة الأخرى غير المشروعة وفق تعبيره. يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد صنفت قصير في 15 من أيار من العام 2018 كإرهابياً عالمياً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13124 بصيغته المعدلة، مما يعني تجميد كل مصالحه المالية في الولايات المتحدة وحظر الأمريكيين من الدخول بتعاملات معه، وبالإضافة لاعتباره مرتكباً لجريمة كل من يقدم دعماً مالياً أو موارد قصداً للحزب المصنف بأمريكا كمنظمة إرهابية. لا يعتبر قصير الأول من حزب الله الذي ترصد واشنطن مكافآت مالية من أجل العثور عليه، فغالباً ما ينشر برنامج مكافآت من أجل العدالة بين الحين والآخر طلبات للعثور على أشخاص مرتبطين بجهات معادية لأمريكا، منهم إيرانيين وروسيين وسوريين وغيرهم. وآخر المكافآت التي رصدها بغية الوصول لأشخاص على علاقة بحزب الله كانت للبنانيين علي الشاعر فحسيب محمد جدوان، المسؤولان وفق زعمهما على جمع أموال الحزب خارج لبنان. وغالباً ما تثير هذه المنشورات موجة سخرية من اللبنانيين، خاصة في ظل الوضع المرير الذي يعانون منه، حيث كتب أحدهم تعليقاً على خبر قصير: أنا محمد قصير، عطوني 2 مليون وتعوا خدوني وريحوني من هالبلد. في وقت عرض عليهم آخر استبدالهم بقصير لقاء 100,000 دولار، وطلب منهم آخر إرسال دفعة مقدمة له ليتمكن من تعبئة سيارته بالبنزين والذهاب للبحث عن قصير.